السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواني وأخواتي الجزائريين والجزائريات، وبالمناسبة عيد سعيد لكل نساء الجزائر في داخل وخارج الوطن. وإن شاء الله هذا العام يكون إن شاء الله علينا خير وبركة، وإن شاء الله على بلادنا، ونتمنى لها الخير وكل الخير، وإن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء، وإن شاء الله نشوفوا أيام احسن من هذه اللي راهي فاتت. اخواني بغيت نتكلم لكم على هذا، اخواني اخواتي عفوا، بغيت نتكلم لكم على واحد لاشين ميزاجور تي في 24 اللي بانت لي مشبوهه هاد لاشين، ونحذركم منها اخواني اخواتي. هي سيت اون شان دو بروباغوند، سوا الي جويف مخزاني فرونسيز تابعه لفرانس 24. موا جو بونس كو هادي هي، باسكو فيها واحد صوالح جاي لفتوا لي الانتباه نتاعي. وهذيك هذه لي فيديو بيان سور كاع جايين كونتر لو غوفرنمون، كونتر لو بريزيدون، كونتر الجيري. دونك سي اون شين دو بروباغاند كي انتي الجيري. اللي تكلم فيها بصوت فرنسي، صوت فرنسي، ولكنه في اغلبيه في كاع لي فيديو سي لا ميم شوز، يورونا غير اون فوتو ما تبوجيش، وانسان يتكلم بصح من بعيد، سيتادير ماشي دو بخي، ما نشوفوش حركه تاع الشفات نتاعها تاع لي ليفغ. هو سي جورناليست نواغ افريقي اسود، وحنا لي زافريكان نواغ نعرفو بلي عندهم نبره في الصوت نتاعهم. كونت ان افريكان بارل اون فرونسي ولا دون نيمبورت كان لونغ، عنده صوت نتاعه نبره نتاعه باينه تاع افريقي، بلا ما تشوفها غمض عينيك كي يهضر معك افريقي تعرفها بلي هذا جاي من افريقيا الجنوبيه سوداء. الوغ كو هذاك اللي يتكلم اللي راه يدير في لا بروباغوند عنده لهجه تاع ان فرونسي، سا سوا كو سي ان فرونسي. وبيان سور غادي نوريلكم قطعه من الفيديو اللي يتكلم فيها هذا الانسان من بعيد. فوالا الفونكسيون دو سكرتير جينيرال دو مينيستير دو لابيتات دو 2016 ا 2019. Pour rappel, Beljou a été promu ministre de l'Habitat de 2019 à 2020. Il s'agit de l'une des boîtes noires du secteur névralgique du bâtiment. Les enquêtes de la Gendarmerie nationale portent sur les passations de marchés publics pour la construction de logements publics promotionnels dans le cadre de... من بعيد ما نشوفوش الحركه تاع الشفات تاعه، يتكلم الفرنسي امبيكابل كوم ان فرونسي، يتكلم باللغه الفرنسيه وبالفرنسيه تاع فرنسي، الصوت نتاعه تاع فرنسي تاع اوروبي، باسكو لا فوا اوروبيان اوروبيه، والصوت الافريقي عنده نبره خاصه دفع عليه على جال المورفولوجي نتاع لو كور تاع الافريكا ولو كور تاع الاوروبيه. هادي سانتيفيك، هادي سي سانتيفيك، ما قدو ما يقولوا فيها ولا يكذبوا فيها، ولا هادي باينه فوتوشوب. هاد لاشين تخدم فوتوشوب وتخدم بالفيك نيوز بروباغوند سيونيست مخزانيست تي فرونسيز فرانس 24. دايوغ تشوفوا هنايا 24، مي هاد لاشين اليكسيست فريمون، مي خاطيها. جو في فو بارلي ان بو دو سو بونوم، هاد الانسان، هاد الجورناليست افريكان، هو انسان خطير، جابوا له الصوره نتاعها وحطوها هنايا. هاد الانسان درت عليه لا ريشيرش انايا، جي في ان بو دو ريشيرش وحبوس عليه. هو اسمه ريشار توغبي، ريشار توغبي هو ريداكتور اون شيف في افريكا 24. افريكا 24 هي سيت اون شين، هي قناه تتابع قضايا حقوق الانسان في القاره الافريقيه الفرنكوفونيه. يتبع هو اون في كو لي زيميسيون، شفت كاع لي تخوك نتاعه لي فيديو، يهدر ويدير يغوسوا دي بيرسوناليتي، ويحاورهم على القضايا تاع الحقوق الانسان، لي دووا دو لوم دو لافريك فرانكوفون. يهدر هذا ما يهدر، إنا جامي بارلي دو لالجيري، عمره ما هدر على المغرب، عمره هدر مع على لي بيي اوروبي اوروبي باردون مسلمان ولا عرب، يتكلم غير على قضايا الافريقيه. الافريقيه السوداء الفرنكوفونيه اللي تهضر اون فرونسي اون بلوس. دايس بور سولا كو في لي فيديو تاعه، بعد نوري لكم الفيديو من هو يتكلم هو حقيقه بالصوت نتاعه، شوفوا يبار اون فرونسي. دونك الفيديو تاعه ما يتكلمش علينا،
جامي يتكلم علينا، ما شفتش اون سول فيديو. دونك فابا بوركوا على هذا الوقت يتكلم على الجزائريين ويعرف كاع قضايا الجزائر. و تانيك حاجه سيتادير هاد المونتاج تشوفو كوم باغازار فران هنايا ميزاجور تي في 4 سا نو في رابلي ا فرانس 24 ولا شين هادي اللي جابوها بالعاني باسكو سموها 24 بور سا جابو هاد الصوره تاع هاد الانسان اللي هو حقيقة يخدم في لاشين سموها نيوز 24 لايف، هي سموها كيما هكا اسمها. دونك هما تسموا لاشين تاعهم ميزاجور تي في 24 باسكو دايرين فيها ميزاجور. دونك سيتادير خلطوا 3 نون باش يديروا اون شين دو فيك نيوز. واصلها انا جو دي ان توت فرانشيز je n'ai pas de preuves à part que هذا الانسان ما راهش يتكلم، ماشي هو اللي يتكلم، مي تبان لي بلي سي اون شين كي هي سي اون شين دو بروباغاند اترانجير، تكون جويف فرانكو جويف اي مخزانيست اكسيتيرا تكون منهم. مي دو توت فاسون je vais vous passer la vidéo نتاع هذا الانسان اللي راه يتكلم بصوته الحقيقي. Sera également au Gabon une année électorale et déjà l'opposition gabonaise s'active pour rendre possible l'alternance politique. Mais est-elle en situation aujourd'hui de parler d'une même voix, d'avoir une stratégie commune et de fédérer les Gabonais autour de cet objectif? Pour en parler, nous recevons le professeur Pierre-André Kambila. Il est le président justement du Front uni de l'opposition pour l'alternance. Il est notre invité du jour. L'orgie de l'information et des communications TIC à des fins criminelles. Se félicitant de la création du comité. اخواني اخواتي نوريلكم une autre vidéo. هذه une autre vidéo toujours بنفس النمط صوره وهذا الانسان يتكلم ونفس الصوره من موراه نفس الديكور كي نشونج با ومن بعيد ويتكلم صديق ما نشوفوش الشفات تاعه كيفاه راهي تتحرك ما نقدوش نعرفوا واش راه يقول والصوت نتاعه صوت انسان فرنسي وهو افريقي واش نبيله كيف يتكلم. نشوفوا شويه من هذا الفيديو باش نشوفوا لا ديفيرونس دي لابوري اون كونفنسيون انترناسيونال جلوبال سور لا لوت كونتر لوتيليزاسيون دي تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دي كومونيكاسيون تيك ا دي فان كريمينيل ان فيرتو دو لا ريزولوسيون دو لاسامبلي جينيرال دو لونو 74247 لو مينيستر دو لا جوستيس garde des Sceaux, qui s'exprimait en visioconférence, a affirmé que l'Algérie demeure convaincue que le développement durable et la suprématie de la loi sont intimement liés. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait déjà, par le passé, rappelé la Convention des Nations Unies contre la corruption que l'Algérie... Il faut les signaler, il faut les signaler, il faut les قطعهم, il faut les bloquer, les signaler, parce que هادو les chaînes de propagande بالكذب والكذب وبالفوتوشوب ما يجيبوش حقائق ما يجيبوش دي فوتو تاع بصح ولا دي ريبورتاج نديرو seulement des photos avec le même journaliste noir qui n'est même pas concerné par les par l'affaire la, تاع الجزائر وهو يتكلم بنبرة فرنسي واللي يتكلم هو فرنسي وراكم عارفين من رحنا جاينا الأداء من راه جاينا المشكل من راه جاينا رانا عارفين اللي راهم متحدين علينا متكالبين علينا وهذا هو الفيديو تاع اليوم إخواني أخواتي هذه ميزاجور تي في 24 راهي غير كذوب غير كذوب فيك نيوز عيب عليهم هكا يديروا دي شان يحلوهم ويديروا حطوا فيهم هاد لي سوجي بالكذب والزور والخديعه والفوتوشوب والترافيك نورمالمون هذا هذا الجورناليست افريكا نورمالمون يدير اون دوموند فيسبوك بور لي دوا دوتور باسكو راهم يحطوا لا فوتو تاعه ويستغلوها بدون العلم نتاعه وهو ينجم يطالب بالحقوق نتاعه نورمالمون سي جورناليست جو في سيتي سون نون بوتيتر ان جور تيت كيل ميكوترا بالك نروح النهار افيك لي فو بارتاج ايسيي دو بارتاجي او ماكسيموم ريشارد توكبي ريشارد توكبي كي ريداكتور ان شيف شي افريكا 24 اي بان ريشارد مسيو ريشارد توكبي
voilà, Tocbé. Vous êtes utilisé, on a utilisé votre photo dans des reportages que vous avez faits pour faire de la propagande anti-algérienne contre le peuple algérien. Et on aimerait bien que, bien sûr, vous soumettiez votre problème hein, à YouTube. Hein, pour demander la suppression de ces vidéos, de cette chaîne, de la fermer, parce que on vous a usurpé vos droits d'auteur. Voilà. هذه يا إخواني أخواتي بغيت نقول لكم ماشي كلشي اللي يفوت في يوتيوب مليح، ماشي كلشي قبيح وماشي كلشي مليح، إلا تكونوا تعرفوا وتشوفوا وتميزوا لي ديتاي. وانا باش خرج هذاك السيد هذاك المسيو ريشار كوتبي هذاك اللي هو خطيف في ليستوار سما بري كاع لا جورني وانا نحوس عليه باش نلقاه وين لاشين يخدم فيها وين لا فوتو تاعه وين نلقاه سما فالي دو طون بصح انا جو كون جو فوا اون فيديو ماشي غير نسمع هكا ونحط ودنيا ونصاير ونتبع وحنا ماشي تبع حنا ماشي قوم تبع حنايا عندنا مخ نخمو به وعينين باش نشوفو بهم ولا نشوفو الحقيقة مليح ونشوفو الكذب وراه ونحرز روحنا ونتهلو في بلادنا وما نخلوش العدو يضحك علينا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.